بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشع ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما فرغ من الكلام على الوضوء والغسل وهذا كله بالماء، عقبه بالبديل وهو التيمم. والتيمم مأخوذ من اليم، واليم هو القصد. الله عز وجل يقول: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين ومتوجهين. ولهذا والشاعر يقول: ولا أدري أو وما أدري إذا يممت أرضا يريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فالشاهد: وما أدري إذا يممت أرضا، يعني إذا توجهت أو تقصدت بلدا معينة أو منطقة معينة وأنا أريد الخير، لا أدري ما الذي ألاقيه، هل الخير الذي يعني قصدته أم خلاف ما قصدته. المقصود أن التيمم في اللغة هو بمعنى القصد، وفي الاصطلاح في اصطلاح العلم هو القصد إلى التراب أو إلى الصعيد الطيب المباح لمسح أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. هو القصد إلى الصعيد الطيب أو المباح أو التراب المباح لمسح أعضاء مخصوصة على جهة مخصوصة، طبعا بنية، لابد من النية، لأن قلنا في الوضوء النية أيضا مطلوبة وواجبة لأنه عبادة، كذلك التيمم لأنه هو البديل. وسوف يأتي صفة التيمم وكيفية التيمم. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الرجل المعتزل قال هو خلاد بن رافع، وهو بدري من الصحابة ومن الذين شهدوا بدرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رأى هذا الرجل معتزلا، فقال له: لماذا لم تصلي؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، يعني محتكانا محتلما، ولا ماء. طبعا ولا ماء بمعنى نفي مطلق، لم يبين يعني وهذا أبلغ في العذر، لم يبين ما 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 المانع، هل هو عدم وجود، هل هو يعني لم يبحث عنه إلى آخره. فالمقصود أنه قال لا ماء،
فهو يعني نفى ولم يبين يعني سبب النفي ليكون أبلغ في العذر أو في الاعتذار. يا ما منعك أن تصلي في القوم؟ أن تصلي مع القوم في ظرفية لكن بمعنى مع. فقال رسول أصابتني جنابة، بمعنى أنه أصابه احتلام، احتلم من الليل، لأن الصلاة هي صلاة الصبح. فقال عليك بالصعيد الصعيد مأخوذ من التصاعد، والمراد بالصعيد وجه الأرض، يعني الوجه الظاهر أو السطح، سطح الأرض. و وإن كان وأحيانا الصعيد المرتفع تذهب إلى الصعودات أو تجرب في الصعودات. الصعودات هي الأماكن البارزة، الأماكن البارزة. والصعيد المقصود هنا وجه الأرض، التراب سواء وقد يكون ما تصاعد، بمعنى لابد أن يكون له غبار، لكن هذا قد لا يكون فيه دلالة يعني ظاهرة. وقال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك، بمعنى أن من لم يجد الماء فإنه يكفيه أن يتيمم على النحو الذي سوف نذكره إن شاء الله. وفي الحديث هذا فيه فوائد. أولا لطف النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره على هذا الذي قد تنحى، فبمعنى أنه يعني سأله سؤالا لطيفا، قال لماذا لم تصلي؟ ما منعك؟ ولم يعنف عليه. وأيضا كذلك فيه جواز الاجتهاد حتى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز، هل يعني يسوغ الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا الإنسان يجتهد. فبعضهم منعه مطلقا، وبعضهم قال لا يجوز إذا كان في غير حضرة النبي، كما لو كان في بلد بعيد وحصل عنده استشكال فله أن يجتهد. لكن وبعضهم قال يجوز حتى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حضرته، لأن الرسول سوف يقره أو سوف يبين له، ولعل هذا هو الصحيح. ولهذا هذا الحديث يدل على أن هذا الرجل خلاد بن رافع اجتهد، بمعنى أنه لم يصلي، فهو يعني رأى في نظره وفي اجتهاده أنه ما دام أنه ليس عنده ماء فإنه يتوقف حتى يأتي الماء. والدليل أنه اجتهد أنه لم يصلي، بمعنى ركن إلى رأيه، وركن إلى ما أداه إليه اجتهاده. فمن هنا قال العلماء أن هذا يدل على أنه يسوغ الاجتهاد في بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التيمم كما هو معلوم من لطف الله عز وجل بهذه الأمة، أنه خفف علينا إذا لم نجد ماء أن نتيمم. وتيمم كما هو معلوم عمل لطيف، وليس فيه يعني تكليف، وليس فيه مثلا، إنما مجرد ضرب بالتراب على اليد ومسح الوجه كما سوف صفته. والتيمم شرع في السنة الخامسة، التيمم شرع في السنة الخامسة من الهجرة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا بني المصطلق، وهي تسمى غزوة المريسيع. وحينما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، وجلسوا يبحثون عنه، ونقص ماؤهم، لم يكن عندهم ماء، فنزل شرع التيمم
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم فتيمموا إلى أن قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فحتى قال القائل ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، لأن كان بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها والبقاء للبحث عنه وفقد الماء أن الله أنزل تشريع التيمم، ولا شك أن هذا كان تخفيفا لهذه الأمة. فالتيمم طبعا معلوم أن الإنسان إذا كان واجدا للماء فإنه يجب عليه أن 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 يستعمل الماء سواء في جنابة أو في وضوء، والتيمم يشرع عند فقد الماء وعند العجز عن استعماله، يشرع في حالين: عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كما لو كان مريضا أو خاف بردا شديدا. فإذا عجز عن استعماله لمرض أو خوف أو والمرض طبعا إما أن يزداد وإما أن يشتد وإما أن يتأخر برؤه أو نحو ذلك عما ذكره العلم، فإنه يعدل عن الماء إلى التيمم. فالتيمم مشروع إما لفقد الماء وإما للعجز عن استعماله، إما عجز نتيجة المرض أو حتى لو كان عجزا بمعنى أنه لو كان مربوطا، لو كان مربوط أو أسير ولا يستطيع والماء فأيضا يتيمم إذا استطاع التيمم. المقصود أن التيمم يكون عند العجز عن استعمال الماء سواء لفقده أو لعجز في الإنسان لمرض أو نحو ذلك. ولو أنه فقد الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، ويسمي العلماء هذا هو فاقد الطهورين، بمعنى لو أنك كنت في ما وجدت ترابا أو كما قلنا كنت حتى مأسورا أو في المستشفى مثلا ومريض وليس عندك أحد يأتي لك لا بتراب ولا بماء ولا تستطيع أن تتحرك، وجاء الوقت وخشيت خروج الوقت، فإنك تصلي من غير وضوء ولا تيمم ما دام أنك عاجز عن هذا وعن هذا، فإنك تصلي على وإن لم تتوضأ ولم تتيمم. فإذا هذا أيضا لأن 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 الوضوء والطهارة وسيلة وشرط يسقط مع العجز، شرط يسقط مع العجز ما دام والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. المقصود أن التيمم شرع تخفيفا على هذه الأمة، وهو أيضا من كما سوف يأتي معنا هو من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة وسوف يأتي في الحديث في حديث الباب. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا أيضا في صفة التيمم، وأيضا متى يكون التيمم. هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو من السابقين، هو وأبوه وأمه رضوان الله عليهم أجمعين، كان من السابقين الأولين. وعمار أيضا قتل في صفين في السنة 37 رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. وهو من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، يعني أصابته جنابة احتلم،
فلم أجد الماء، ليس عندهم ماء أو مع أو أن الماء بعيد أو لا أعرف مكانه. قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، بمعنى أنه قاس حال الجنابة في الوضوء على حالها في التيمم، أو حالها في التيمم على حالها في الوضوء. ما فكانه فهم رضي الله عنه أنه ما دام أن الجنوب يغتسل بالماء يعم بدنه، فظن أن التيمم يعني يعم فيه البدن، فتمرغ كما تتمرغت الدابة. ومعلوم أن عمار من السابقين الأولين، وهو أدرك تشريع التيمم، أدرك تشريع التيمم، وهو لكنه يبدو أنه طبعا ظن أن مسح اليد هذا خاص، أو مسح الوجه واليد أنه خاص بالوضوء، وأن الجنابة التيمم صفة التيمم فيها تختلف عن صفة التيمم في نواقض الوضوء. ومن هنا كما قال تمرغت في الصعيد، أيضا هذا يدل على كذلك على الاجتهاد، وأن أن لكنه هنا اجتهد وهو في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث السابق كان اجتهادا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار اجتهد في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن قضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، فذكرت ذلك له، بمعنى قال أنا احتلمت والذي صنعته وأنني تمرغت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول، أن تقول بمعنى أن تعمل، وتفسير القول بالعمل هذا سائغ في اللغة، تفسير القول بالعمل سائغ في اللغة، يعبر عن الفعل بالقول، يعبر بما يكفيك أن تقول بمعنى يكفيك أن تفعل، أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه وجهه. هذا هو صفة التيمم، صفة التيمم أن يضرب ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة على بطون يديه على التراب، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه، ثم يمسح يديه الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وبعض العلماء يقول انه ضربتان، ولكن هذا يعني الضرب الواحد اصح، الحديث فيه اصح. وبعضهم يقول اذا يمسح الى 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 الى, إلى المرفق، يمسح الى المرفق، بل حتى قال بعضهم الى العضد، يمسح كله، لان هذا مفهوم يد. لكن لا شك ان اليد تطلق على الكف، وتطلق على جميع، هذا كله يسمى يد، وان كان يسمى ذراع وهذا يسمى ساعد، لكن في عموما يد. فيجوز إطلاق اليد على كل العضو، أو اليد على الكف. والصحيح أو الراجح أنه يقتص على الكف، يضرب يده على التراب هكذا، ثم يبدأ مسح وجهه، ثم يمسح يديه اليمين ثم الشمال. فقال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذا صريح أنه ليس ضربتان، ليس ضربتين، وإنما ضربة واحدة، وجاء في الحديث ضربتين، لكنه هذا أقوى منه. ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، الشمال على اليمين واليمين على الشمال، وظاهر كفيه وجهه. طبعا هنا ليس في ترتيب، وظاهر كفيه هذا الظاهر، هذا ظاهر الكف، وهذا باطن الكف، وهذا ظاهر الكف، وظاهر كفيه وجهه. ليس هناك ترتيب، لكن جاء احد اخر انه ضرب وجهه ثم كفيه.
ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الواو هنا كما يقول العلماء لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، وإنما سيأتي معنا أن جاء في الحديث وجهه ثم كفيه، فهو يمسح الوجه أولا ثم الكفين وبضربة واحدة كما ذكرنا. وأيضا كذلك من فوائد الحديث أن المسلم إذا اجتهد وأدى عبادة وتبين له الخطأ أنه لا يعيد. فعمار لم يعيد الصلاة ولا يأمر النبي بالإعادة. فالإنسان إذا اجتهد وهو أهل الاجتهاد وبذل جهده بمعنى صدر اجتهاد من أهله في محله ثم تبين الخطأ أنه لا يعيد اجتهاد على ما اجتهد عليه. مثلا اجتهدت في القبلة فصليت جهة الشرق ثم تبين أن القبلة جنوب فإن صلاتك صحيحة ولا تعيد، ما دام أنك اجتهدت اجتهادا صحيحا وبذلت جهدك ثم تبين الخطأ فإنك لا تعيد. وهذا مثله. فعمار لم يعد الصلاة ولم يأمره النبي بالإعادة. ولهذا قال العلماء أنه إذا المسلم اجتهد وهو حينما يا إخواني حينما نقول اجتهد بمعنى هو أهل الاجتهاد، لكن مثلا لو أنه في البلد في البلد وقال اجتهد القبلة وصلى غلط في البلد ما في اجتهاد، يعني القبلة معروفة. أما لو كنت في البرية أو في بلد ما تعرفه واجتهدت حتى البلد الذي تعرفه، إذا كنت في بلاد إسلامية تسأل، لأن البلد الإسلامية هو القبلة، لكن في بلد غير إسلامي صحيح قد يكون اجتهادك في محله. المقصود لابد أن يكون الاجتهاد في محله. لو فرضك في بيتك في مكة ولا في الرياض ولا في مصر ولا في تركيا واجتهدت في بيتك وصليت وتبين غير القبلة، لا تعيد، لأن هذا الاجتهاد ليس في محله، ليس في محله. ولهذا حين بعض الناس فعلا يقصر في التحري، ثم في مثل هذا إذا أخطأ عليه أن يعيد، مثل هذا إذا أخطأ عليه أن يعيد، لأنه لم يكن من الاجتهاد أو أنه اجتهد في غير محله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوطيت خمسا لم يوطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. لا شك أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما لم يكن لغيره من الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم، ودينه هو الخاتم، ودينه أكمل الديانات، وبعث مبعوث البشرية كلها، ودين الإسلام هو للناس كلهم، لا يقبل الله دينا سواه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بعض مما أنعم الله به عليه، وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. فقال: أعطيت خمسا، وأعطي غيرها. ولهذا العلماء ألفوا كتبا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم،
فأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب هو الخوف، الخوف مما يحذر، هذا هو الرعب. فالله عز وجل وضع في قلوب الأعداء الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسيرة شهر، الصنعاني قال كلاما جميلا، لأن رأيت بعض الشراح ومنهم ابن دقيق رحمه الله قال إن ما دون شهر لا، وما أكثر من شهر لا. ما يبدو هذا؟ الصنعاني يقول إنما خص مسافة الشهر دون مسافة الأبعد منه لأنه لم يكن بينه وبين من أثر العداوة أكثر من ذلك، وهذا أظهر، بمعنى أنه كأنه يقول إنه لا مفهوم للعدد، نصر بالرعب مطلقا حتى أكثر من شهر. إنما قال هذا ذكر مسافة لأن هي كانت هي أكثر مسافة بينه وبين أعدائه، وإلا وهذا هو اللي يظهر، يعني بمعنى أن الرسول منصور بالرعب على القريب والبعيد. بينما الشيخ ابن دقيق العيد رحمه في شرحه يقول يقول والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان، هذا ابن دقيق رحمه الله، ويفهم منه أمران، أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، بمعنى أن غيره الأنبياء إذا كان أقل من شهر لهم رعب، والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغيث فيه. وأيضا فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لغيره لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية. الذي يبدو لي أن ما ذكر صنعانه أو أقرب، وهو أنه ذكرت لأن هي المسافة في ذلك الوقت، وإلا الأمر أوسع من ذلك، هذا هو الذي يظهر. الخصيصة الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد من خصائص هذه الأمة، أن كل الأرض مصلى، حيثما أدركت الرجل الصلاة فليصلي، بينما الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في المعابد، في البيع وفي الكنائس وفي أماكن العبادة فقط، لا يصلون خارجها، بينما هذه الأمة يسر الله عليها وأعطاها من أو ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلت الأرض مسجدا. مسجد يعني محل اسم مكان، فيه مسجد وفيه مسجد، فالمسجد محل موضع السجود، والمسجد مكان السجود، فالمسجد بمعنى محل ما تضع الجبهة، والمسجد مكان السجود، والمراد هنا المسجد بمعنى الصلاة، مسجد يعني مكان للصلاة، ولكنه عبر عنه بالسجود لأنه أشرف حالات العبد أن يكون ساجدا بين يدي ربه. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد، بمعنى أنها والطهور هنا يفيد أنه مطهر، طهور بمعنى مطهر، أما أنه طاهر فهذا طاهر في جميع الأحوال، لكن طهور بمعنى أنها تطهر، وهذا يفيد أن
لمن يقول إن الطهور غير الطاهر، إن الطهور غير الطاهر، لأنه قال وجعلت لي طهورا يعني مطهرة. وفي الرواية الأخرى وجعلت لنا تربتها طهورا، وجعلت لنا تربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فهذا تفريق بين المسجد وبين حال التيمم. المقصود أن من خصائص هذه الأمة أن الله جعل جميع الأرض كلها محل للتعبد والصلاة، وكذلك أيضا طهور بمعنى التيمم. ثم قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فعنده مسجده وطهوره، مسجده محل الصلاة وطهوره محل ما يتطهر به. وأيضا نقول هنا من 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 اللطائف أن الإنسان يتطهر بالماء وهو معروف، وهو أحد مكونات الحياة، أحد مكونات الحياة. فإن لم يجد تطهر بالتراب وهو المكون الثاني للحياة. فالإنسان مخلوق من ماء وتراب، فالأول الماء، فإذا لم يجد، وإن كان طبعا التراب لا يطهر كتطهير الماء، لكنه طهارة معنوية وطهارة باطنية. فإذا مكون الحياة هما الماء والتراب، فيتطهر بالماء، فإذا لم يجد تطهر بالتراب طهورا، تطهرا معنويا. الماء يطهر ظاهر وباطن، التراب يطهر باطن، لأنه اتباع واقتداء، ولا شك أن له أيضا حكما قد نعرفها أو لا نعرفها. قال فأيما رجل، هذه أيما من صيغ العموم عند الرسوليين، من صيغ أي رجل. وطبعا الرجل هنا لا مفهوم له، لأنه يستوي الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، لكن قد يكون ذكرا للتغليب، وإلا الرجل في هذا والمرأة سواء. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، بمعنى عنده المسجد وعنده الطهور، وهذا من تيسير الله عز وجل. وأن المقصود هو التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة على أي حال، فإذا لم يجد الماء فإننا نتيمم. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. تقرأ لم تحل وتحل، تقرأ بالبناء المفعول والبناء الفاعل، لم تحل لأحد قبلي أو لم تحل بالبناء المفعول، فهي ضبطت بهذا وهذا. وأحلت لي الغنائم، الغنائم معروف أنها هي طبعا ما يحصل أو يتركه الكفار حينما يغلبهم المسلمون من الأموال والدواب وسائر ما يستولى عليه، هذه الغنائم. وهي أحلت للرسول في قوله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والغنائم هنا طبعا كل غنائم، وفي بعضها أحل الخمس في بعض الروايات الخمس، لكن المقصود هنا الغنائم، لأن الأمم السابقة كانت الغنائم تجمع وتحرق، فإن قبلت ارتفعت وإلا أحرقت ولا يستفيدون منها، بينما هذه الأمة أحل الله لها الغنائم، بل حتى جعلها الله عز وجل يعني من
يعني وأخرى تحبونها وأخرى لم تقدروا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، بمعنى من الغنائم. وأحلت لك وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وهذه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له خمس شفاعات. الشفاعة الكبرى ولا وغالبا هي المرادة هنا، وهي الشفاعة لأهل الموقف حينما يشتد بهم الحساب ويطلع عليهم وقوف ويفزعون إلى الأنبياء يريدونهم أن يشفعوا إلى ربهم ليعجل حسابهم، فكل الأنبياء يعتذرون حتى إذا جاء الطلب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ثم يسجد تحت العرش في الخبر المعروف وينزل عليه من المحامد والذكر حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله به. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه الأولون والآخرون، وهذا خاصة وهذه هي الشفاعة الكبرى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ويشفع أيضا لناس في النار فيخرجهم، وناس قد استحقوا فلا يدخلون، وناس في الجنة يرفع منازلهم. كل هذا يعني من شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا الملائكة يشفعون والصالحون يشفعون والأفراد يشفعون، لكن نتكلم هنا عن الشفاعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هنا المراد الشفاعة الكبرى، الألف واللام، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للشيء الكامل، وهو الشفاعة الكبرى التي يطلبون فيها أهل المحشر من الأنبياء أن يشفعوا لربهم أن يعجل حسابهم لشدة موقف الحساب. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. نعم، أيضا هذه النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الجن والإنس وللناس إلى يوم القيامة، ولهذا كان دينه هو الخاتم، دينه هو الخاتم، ولا يرضى الله دينا غيره ولا يقبل دينا غيره، ومن يبتغي غير سامي دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا حفظه وحفظ معجزته. الأنبياء كانوا معجزاتهم كانت معجزاتهم تنتهي بوفاتهم كالناقة أو عصا موسى، وحتى التوراة والإنجيل لم تحفظ لأن الله لم يتكفل بحفظها، لم يتكفل بحفظها لأنها أيضا ليست الدين ليس خاتما. لكن لما كان دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم حفظ الله القرآن لأنه المعجزة، هي معجزة المعجزة الخالدة، وإلا أعطي معجزات أخرى لكن المعجزة الخالدة هي القرآن، ولهذا حفظه سبحانه وتعالى على الرغم من أنه من أول ما نزل وقد حاول من حاول العبث به إلى اليوم ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا. الله قال: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ، ومهما حاول من يحاول أن نيل منه لا يستطيع ولن يستطيع، لا في كتابة غيره ولا في تحريفه ولا في العبث به، ما يستطيعون على الرغم من المحاولات منذ تنزل إلى اليوم ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا. وكذلك أيضا الدين محفوظ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لا يستطيع أحد أن يقف عن شيء يأباه الله أو أمام شيء يأباه الله أبدا. وأيضا قال: يظهره على الدين كله، فمهما رأيتم وما لاحظتم الآن من محاولات عبث ومحاولات يعني انحرافات دينية أو انحرافات، اطمئنوا للدين، الدين محفوظ ولن يناله أحد. لكن أنت انظر في نفسك، هل أنت ممن
استعمله الله ليكون من حفظة الدين، لأن الله طبعا يحفظه بأن يهيئ من يحفظه، ولهذا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فالقرآن محفوظ والإسلام محفوظ والدين محفوظ، يعني مهما رأيتم من عبث وما رأيتم من حرافات وما رأيتم من وسائل إغرام من وسائل إفساد من وسائل إعلام إلى آخره، لا شك أنها خطيرة ولا نقلل من شأنها، لكنها لا تمس ديننا، إنما تمسنا نحن، علينا نحن أن نحافظ على ديننا على دين أنفسنا. أما الدين محفوظ، لأننا إن قصرنا سوف يهيئ الله ناسا يقيمونه، ولهذا هو باقي منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة باقي، بل 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 في ازدياد، وأنتم تعرفون هذا. الإسلام مر بسنين عجاف، وجاءت حروب وفتن ومآسي وغزو من الكفار وغزو متنوع، لكن الإسلام باقي، والإسلام ازدياد، بل حتى ديار الإسلام التي دخلها الكفار وبقوا فيها بقي الإسلام فيها بقية، ما تأثر أبدا، لأن الدين محفوظ. لكن على الإنسان أن يفتش في نفسه، هل هو ممن استعمله الله ليكون من جملة من يحفظه في دينه، أم أنه غوى مع الغاوين صلى الله عليه وسلم. المقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، بمعنى من عهده إلى أن تقوم الساعة، وحينما حفظ يعني جعل دينه هو الخاتم، حفظ المعجزة وحفظ الدين نفسه. فهذه بعض خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها التيمم، فالتيمم هو من خصائص هذه الأمة. التيمم، أما الوضوء لا، الوضوء توضأ كان مشروعا على غيرنا، ولهذا قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. أما التيمم لا، التيمم خاص بهذه الأمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.